طبعا الكل يعلم يعني مش بورسعيد بس ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم يعني من افضل من لعبوا الكره في مصر طبعا. وعلى المستوى الفني وهم مدير فني ومدير كوره الحقيقه اثبتوا جداره في اكتر من مكان يعني وخاصه النادي المصري في اكتر من مره ادوا اداء ولا اروع يعني مع النادي المصري الحقيقه واسعدوا جماهير بورسعيد ودي حقيقه يعني ما حدش يقدر ينكرها بالارقام وبالنتائج وكل حاجه. لما الكباتن مشهم هم طبعا كل طرف بيبقى له وجهه نظر يعني فهم يعني كان لهم بعض مستحقات قدموا شكوى في اتحاد الكوره يمكن في البدايه ما كانش النادي المصري يعلم لكن في مراحل متاخره تم اختارنا النادي لما جاله الاختار بتاع الشكوى بدا يرد بما لديه من مستندات يعني وبيشرح موقفه من وجهه نظره اللي بين النادي المصري واللي بين الكابتن حسام والكابتن ابراهيم والجهاز الفني اكبر من مرتب شهر واكبر من مرتب سنه واكبر من اي حاجه خالص. ف يعني انا بدليل ان انا لما نما الى علمي ان موضوع القضيه يعني احد افراد الجهاز الفني كابتن وليد بدر تحديدا كان اتكلم معايا المدير الاداري وفي التوقيت ده وقال لي ان في قضيه يعني وصل اوراق بجلسه او حاجه زي كده فانا كلمت الاستاذ سامح حلبيه رئيس النادي وهو للامانه ان يعني المكالمه يمكن ما استغرقتش دقائق معدوده يعني انا كلمته وقلت له استاذ سمير يعني دلوقتي بالنسبه للموضوع ده قعدنا نتناقش يعني ازاي ممكن يتحل فهو اكد لي على ان هو يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم يعني زي اولاده وهو بيكن لهم كل احترام وكل حب وكل تقدير وبيذكر لهم الفتره الجميله اللي هم قضوها في النادي المصري وما عندوش اي مشكله في ان يعني يحصل تراضي بين الطرفين